في كل أحوالي، أنا ماضي فيا حكمك، وعدلي فيا قضاك، وحسبي أنت وكيلي وكيلي، بتمنى بس رضاك. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم والدنيا بخير. دايما بندعي ربنا يحفظنا وينجينا من اي صدمات، اصل اي حاجه بيكون اثرها صعب علينا لو حصلت من غير تمهيد او مقدمات، زي اننا نفقد عزيز علينا كان لسه عايش وسطنا وفجاه يفارقنا من غير اي ترتيبات. عشان كده بندعي ربنا ينجينا من الغفله وموت الفجاه، ويكتب لنا حسن الخاتمه في كل وقت من الاوقات. ايه المقصود بحسن الخاتمه وايه هي علامتها وازاي ربنا يرزقنا بيها؟ تفاصيل مهمه هنقولها النهارده ان شاء الله مع فضيله الشيخ الدكتور مصطفى عبد السلام، امام وخطيب مسجد سيدنا الحسين، وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. فضيله الشيخ، سلام عليكم واهلا بحضرتك. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا يا استاذه لميا، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. من اصعب الحاجات اللي بتمر على البني ادم في حياته انه يرتبط بحد، ويعني احنا عارفين ان الموت جاي جاي، بس ساعات كده نبقى مش متوقعين او مش مؤهلين نفسيا لانه حد يبقى قاعد في وسطنا وفجاه يتخطف مننا، ودايما نقول يا رب ارزقنا حسن الخاتمه، ودايما نقول طب هو ميت على حاجه كويسه ولا لا، طب اللي بيغسل لابد انه يكون امين عشان في بعض العلامات اللي هتظهر هتقول اذا كان ده حسن خاتمه ولا لا. ايه حسن الخاتمه؟ لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري، ولا الأمور التي تجري في الكون بتقديري. صحيح. لي رب خالق رازق يفعل بي ما يشاء، قد أحاط علمه بي من قبل تكويني. سبحانك يا ربي يا من خلقت الكون في عز وتمكيني، وكل شيء جرى بين الكاف والنون، يا من لطفت بحالي قبل تكويني، لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. حسن الختام، حسن الختام منزلة عظيمة جدا، وربنا سبحانه وتعالى بيعطيها للمؤمن من خلقه. خلينا نبقى متفقين يا أستاذة لميا أن الموت قادم قادم، كلنا هنموت. الحقيقة الوحيدة اللي موجودة في حياتنا لا مفر، كلنا هنموت. الغني هيموت، الفقير هيموت، الصحيح هيموت، المريض هيموت، الكبير في السن هيموت، الصغير هيموت، الراجل هيموت، الست هتموت، الشاب هيموت، البنت الصغيرة الشابة هتموت. سنموت رغم العلاج، سنموت رغم الأدوية، سنموت رغم المصحة، سنموت رغم العناية المركزة. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونعم. علشان كده مهم جدا نفكر إزاي نروح لربنا سبحانه وتعالى صح. كلنا يا أستاذة لميا بنفكر وفاكرين كويس جدا يوم مولدنا، يوم ميلادك فاكره كويس جدا، أنا اتولدت يوم كذا وسموني كذا ومش عارف حصل إيه، وبنحتفل بيه كل سنة. فاكر يوم جوازك، فاكره بتحتفل بيه، فاكره كويس جدا. فاكر يوم تخرجك، فاكره كويس جدا. المناسبات اللي موجودة في حياتك بالظبط. انت فاكر اليوم اللي انت خلصت فيه وانهيت فيه الخدمة، فاكر كل تفاصيل حياتك فاكرها. في حاجات مهمة جدا لا يمكن تنساها، بس هل فكرنا في اليوم اللي هنقابل فيه ربنا؟ هل فكرنا ازاي هنقابل ربنا؟ هل فكرنا امتى هموت؟ امتى هموت؟ امتى تاريخ؟ ايوه بالظبط، انا هموت امتى؟ هموت عمري قد ايه؟ يعني لما اموت، يعني المسألة دي لازم تشغلنا لما ونفكر فيها وتعايش معاها. وهموت على ايه بالظبط؟ انا لما اموت هموت بالليل؟ هموت بالنهار؟ طب هموت لوحدي؟ طب هيكون جنبي حد؟ طب هموت وانا بصلي؟ طب هموت وانا رايح الشغل؟ طب هموت هيكون في حد جنبي؟ طب مين اول واحد هينقل الخبر لاهلي؟ مين هيكون جنبي وقتها؟ انا محتاج اتعايش مع الموضوع زي ما انا متعايش مع يوم ميلادي ويوم زواجي ويوم تخرجي. انا محتاج افهم اخر يوم ليا في الحياه، لازم افكر في اخر لحظه ليا في الحياه، اليوم اللي هقابل فيه احكم الحاكمين. علشان كده اننا نرتب لها بالظبط وكانها هتحصل حالا بالظبط، ما هي ملهاش ميعاد ما نعرفوش بالظبط. واصعب حاجه يا استاذه لميا، اصعب مشكله تقابلنا في الحياة، انك تبقى ماشي كده في الحياة رايح شغلك رايح مصالحك، وفجأة يقابلك ملك الموت، أؤمر عايز روحك.
موت الفجأة. طب حكمة ربنا سبحانه وتعالى من إننا ما نعلمش الميعاد، هل هي من رهبة الموقف وخضتنا منه ورأفة من ربنا سبحانه وتعالى علينا، ولا هل هو علشان خاطر يعني نبقى عايشين في الدنيا من غير ما نبقى عندنا علم بيه فما نبقاش بنجهز لده؟ ما هو في بعض الناس اللي لما تمرض مثلا او تعي تلاقيها تجري تتجه لربنا قوي 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 عشان هي حاسه ان هي ايه ممكن في اي لحظه ده يحصل، او حد مثلا يحصل له ضائقه شديده جدا جدا ويقع في مصدق في مأزق شديد جدا فيجري يفرش السجاده وهو ما بيسجدش اساسا خالص. جميل جدا ان احنا نلجأ لربنا سبحانه وتعالى، لكن الحكمه من ده ايه؟ في 5 حاجات ربنا سبحانه وتعالى استأثر بهم لا يمكن احد يطلع عليها. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث، مش المطر، لا، الخير اللي يجي للناس بعد كده، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، مش ولد أو بنت، لا، ويعلم الشخص من ساعة ما يوضع نطفة في بطن أمه إلى أن يموت، ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. دول 5 حاجات ربنا سبحانه وتعالى استأثر بهم، من ضمنهم الأجل. أنا مش عارف نفسي هموت إمتى. وأخفى الله سبحانه وتعالى عنا هذا الأمر وهو نهاية الحياة حتى نقترب من الله سبحانه وتعالى في كل وقت وآن. صحيح. تبقى جاهز وتبقى صحيح. مستعد للقاء الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل لحظة. أستأذنك ناخد التليفون. مدام حنان. ألو. أهلا وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. انا بابايا متوفي، بابا متوفي بقاله 11 سنه. قربنا الميراث من والدتي، كان بقاله 3 سنين متوفي، قالت هدعى عليكم مش هدعى عليكم. هو متوفي بقاله 11 سنه؟ بقاله 11 سنه متوفي. تمام. ما خدتوش الميراث؟ قالوا ما خدناش الميراث، طلبناه من 3 سنين بعد بابا توفى. ماما قعدت تزعق معانا وهدعى عليكم مش هدعى عليكم، انتوا عايزين ايه ومش عايزين ايه؟ ثم انا موجوده الميراث ما تفرقش. قلت لها يا ام انت وريثه زينا وحرام ان يفضل الميراث كده. انتوا ولاد وبنات ولا بنات بس؟ 4 صبيان و4 بنات. هي بقى هي ام الصبيان، فاهمه؟ هي ست سعوديه وام الصبيان. الصبيان اللي هيعمروا البيت، الصبيان هم الواجهه، الصبيان والصبيان اللي تاخد الميراث تعملوا بايه؟ مش عارفه ايه. يا ماما طيب، يا ماما حقنا اسكتوا ولو اتكلمت تاني في الموضوع. طب هو انا بس ممكن اسال حضرتك سؤال يا استاذه حنان؟ نعم اتفضل. ليه ماما رافضه توزيع الميراث رغم ان مضى 11 سنه؟ ايه السبب؟ علي حسك شويه حضرتك. نعم. فضيله الشيخ بيسالك، هي مش عايزه، هي سعوديه. فبتقول لها انا الميراث ما يتوزعش طول ما انا عايشه على الدنيا. وهي بتميل اكتر للصبيان اكتر منهم. لكن لسه ما ادتش الصبيان، ما ادتش حد، ما وزعتش اي حاجه. الصبيان كلهم قاعدين في البيوت، يعني بابا كان موصي، احنا لنا بيتين، بابا موصي بيتك انت ده انت واولادك، والبيت الثاني للبنات. ادت لاخويا المحل فيه، راح بعد كده من 4 سنين راح بصينا، لان بابا كان عامل شقه، كان بيقول لو ليا عمر على الدنيا هعمل كل واحده ايه شقه للبنات زي ما عملت للصبيان. فالمهم ايه، راحت بصيت ايه، لقيتها ادت الشقه اللي بابا عاملها لاخويا اللي هو على ماسك البيت ده. طيب يا ماما انت ازاي تديله؟ اصل حرجني قدام الناس. حرجك ازاي يا ماما قدام الناس؟ يا ماما ده حقنا. بصي قال لك البيت ده للبنات، خلاص بقى ما تتكلموش في حاجه. طب يا ماما ازاي يا ماما؟ اصل كسفني قدام قريبتي. قلت لها يا ماما تتكسف قدام قريبتك. هي اديته له ايه، باع وشرا يعني؟ لما احنا ايه؟ اديته له ازاي؟ بيع وشراء؟ يعني هو بصي البيت لنا بيت 4 5 ادوار، ماما كل واحد من الصبيان واخد دور، كل واحد واخد شقه، وماما قاعده في شقه، والبيت اللي ورا ده البيت الثاني ما فيهوش حاجه، مفيهوش الا شقه واحده بس، وبيت ايه ارض، بقيته ارض. فبابا قال ده للبنات، خلاص بقى ما تقلقش منه. ومع ان الثمن البيت ده ما يجيبش ثمن البيت ده جامد فلوس، جاي فلوس كتيره. طب يا استاذه حنان بس عايز اسال حضرتك. نعم. سؤال مهم بس من فضلك. نعم. دلوقتي بتقول ان بابا الله يرحمه قال ان البيت ده للولاد والبيت ده للبنات. كبير. تمام. وماما لماما والولاد. تمام. انتوا بقى خدتوا البيت، يعني بتستنفعوا بالبيت، بتستفيدوا ولا بيه اي حاجه، ولا البيت برضه مغلق ولا تستفيدون منه شيئا؟ الموسم يعني بيجيبوه لنا كل فين فين، ولما اقول لها يا ماما انا محتاجه، انا الحمد لله ظروفي يعني ربنا اللي عالم بيها،
فلما بقول لها يا ماما انا ظروفي تعبانه وشقتي صغيره وكده، تقول لي احنا جوزناك وهنصرف عليكي، احنا جوزناك ومش عارفه ايه. طب يا ماما انا عايزه هي بتميل اكتر انا عايزه اجيب شقه، اجيب شقه اللي الصغير عيالي. يقول لها يا تيتا احنا عايزين ماما تجيب لنا شقه. يا ماما مالها يا ماما هتاخد حقها؟ بقول لكم ايه، اقعدوا ساكتين وتقعدوا ايه، المهم ما تديناش فرصه نتكلم. فانا مش لاقي حد يعمل لي الموضوع ده. جيت اتكلم دلوقتي معاها من فتره، بقول لها يا ماما طب حقنا، طب احنا البيت اللي جوه كاتباه باسم اخويا، كاتباه باسم اخويا الكبير. طب يا ماما انت قاعده اخويا الصغير فيه وكاتبه باسم اخويا الكبير. طب هم عايزين نتمن يا ماما ونعمل، ما اعرفش بقى ده طلع مقاس وما طلعش مقاس ومش عارفين هنعمل ايه. طب دلوقتي انا مش عارفه حل. انا شقتي صغيره وبيت وقاعده في مكان مش كويس، ونفسي اخد مراتي عشان اطلع بيه من اللي انا فيه، اساعد حقك. نفسي واساعد عيالي. ما فيش حقك طبعا، ولا حقك. مثلا انا عيانه ما تسالش فيا، والله والله يا شيخ انا عملت عمليه قلب مفتوح، ما قعدت معايا يوم، ما باتت معايا. ما سالتش فيا. طب ما تزعليش، حلو. معلش حلو. ما تزعليش، ما تعيطيش. طيب تابعينا يا حنان. طب خلينا ناخد ام احمد وبعدين نجاوب. ام احمد اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره؟ الحمد لله، اهلا بيكي. عامله ايه؟ الحمد لله، بحبك جدا والله. حبيبتي ربنا يخليك يا رب. وازيك يا دكتوره؟ ازيك يا ام احمد؟ معلش انا مره على مهلك خالص. دلوقتي. واحده واحده اتفضلي معاكي. دلوقتي احنا مستلحين يعني، عندنا ارض وكده. فابويا كان مثلا لما جه يجوزني اجرها لعمي. خدها عمي قدام فتره طويله جدا، وبعد كده كل ما ابويا يتسنق في فلوس يروح يطلب من عمي ده، يديله مثلا 10,000 10 في 5 مثلا يبقوا 30,000 40,000، ويقول له ايه مثلا، يلاقي ابويا مش هيقدر يسد كده، فيقول له خلاص انا هاخد بيهم مثلا ايه ايجار سنتين او ثلاثه، من غير ما يعرفه مثلا الايراد مثلا السنه دي مش كذا، فانا مديك كذا فاضل لك كذا، او انا ليا كذا. هم مش متفقين على ايجار معين على مبلغ؟ لا لا لا. ازاي؟ مش بيتفقوا يعني، مثلا ابويا يبقى مزنوق وكده، فيروح يقول له اديني مثلا عايز 5,000، ياخد منه 5,000 ب10 مش عارفه ايه، فيجي بقى عمي يقول له بص الفلوس دي انا هاجر بيهم مثلا 3 سنين. فوالدي يعني ايه من نوع اللي هو الطيب، ما بيسالش ولا بيعرف الايجار ماشي بكام ولا اي حاجه، فبقول له مثلا على اساس ان هو ما ظلموش يعني، هو سائل كده وخلاص. من المبلغ ده ثمن كذا السنين اللي هو قال عليها. فربنا معاه من فتره طويله بقى لي 10 سنين. فجينا قبل رمضان اخويا بقى بيسال، معهمش ارض وبيشتغلوا باليوميه عند الناس كده، عندي 3 اخوات، فاخين بيشتغلوا وعندي اخ ثاني صغير تعبان، فهم بيجروا ويكافحوا يصرفوا على اخويا التعبان دوت، وعلى اساس ان الارض هتخلص، وبعدين فاجئوا ان الارض لسه هتفضل مع عمي 8 سنين تاني. الارض هتفضل مع عمك 5 سنين؟ 8 سنين. ده عشان الفلوس اللي والدك ساحبها. فاخويا بقى قعد مع ابويا وساله مش عارفه ايه، فعرفنا ان هو اخر مره واخد مني فلوس، واخد مني 80,000 السنه اللي فاتت فرح اخويا. ولما لقى ابويا مش هيسدهم وكده، قال له خلاص ال 80,000 دول ايجار سنتين قدام، بعد ما كانت 6 سنين بس بقت 8 سنين. فجه بقى حصلت مشكله بين ابويا واخويا بسبب الارض، وابويا مش عايز يطلع عمي منها، اخويا بيقول لي احنا هتطلعوه نديله فلوس منها، لان احنا خلاص ما عادش قادرين نشتغل يوميه عند الناس، ولا وشغل اليومي ما فيهوش بركه، واحنا يعني بصي وصلوا هما بيشتغلوا بره. طب ما بيشتغلوش مع عمك ليه؟ لا هو ارضه هو بيشتغل فيها واولاده كده. فهم بقى بيشتغلوا بره وبيصرفوا بقى على اخويا التعبان ده، واختي عايزه تتجوز واخويا مش عارف. ووالدك ما بيشتغلش؟ والدي معاه عربيه، كان جايب عربيه بالقسط وكده، وكان شغال عليها وشويه يشتغل عليها اخويا وكده، فقالوا له بص خلاص احنا ما عادش قادرين نشتغل بره ومفيش، والحاله بقت على القد خالص، فاحنا هنديله فلوسه وايه وناخده الارض، او حتى يدينا نصها لو مش راضي وكده يدينا نصها. فابويا بقى نايم الموضوع، في الموضوع ده في رمضان نايم الموضوع، وهقول له مش هقول له وما قالش. وبعدين بقى حصل من اسبوع كده مشكله برضو تاني بين ابويا واخويا، ان اخويا خلاص قال احنا خلاص علينا ديون لطوب الارض واحنا مش عارفين. طب انت سؤالك ايه دلوقتي؟
دلوقتي بقى سؤالي ما جاي لك في الموضوع، ان ابويا مش راضي يخليهم ياخدوها من عمي ابدا، بيقول لهم كده حرام علينا. مش راضي ايه؟ مش راضي يخلي ولاده او اخواتها يعني ياخدوا الارض من عمهم. ايوه ويدوا له فلوسه. فدي بقى حصل بقى مشكله بين اخويا وعمي، واخويا اتخانق هو وابن عمي وكده، فالناس قعدوا، فعمي لما لقى بقى الموضوع كبر وكده قال لهم خلاص انا هاخد، انا موافق بس بشرط يدوني الفلوس بتاعتي بايجار النهارده. يعني هو مأجر السنة اللي فاتت، احنا لما حسبنا السنة اللي فاتت لأبويا الفلوس اللي واخده، لقينا الإيجار واقف السنة مش مكمل 700 جنيه، مع إنه بالرغم من إنه كان ماشي ب 3000 جنيه. 700 من 3. فدي بقى دلوقتي لما أخويا عايز ياخد الأرض كده، راح قال له خلاص أنت تاخدها بس تديني بإيجار النهاردة، اللي هو النهاردة بقى 3000 ونص. فلما حسبنا لقينا عمي عشان احنا ناخد الأرض عايز 1,000,000 جنيه. هو في ورق بالكلام ده اساسا؟ لا مفيش ورق، هو فلوس بتتاخد، كان ابويا بيسحبها وكده وخلاص. في ورق اقصد بعقد بينه وبينه للايجار حتى لو مش مكتوب فيه فلوس؟ لا 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 مفيش ايجار، مفيش ولا اي حاجه، ورق ولا اي، لا لا خالص. هو بس فجينا بقى عشان مثلا انت عايز تاخد ارضك، عمي بقى وقف وقال لهم انتوا عايزين تاخدوا ارضكم بقى يحاسبوني بايجار النهارده. طب ما انت لما خدت ما كنتش. طيب يا ام احمد انا احنا فهمنا طبعا سؤالك، حاضر هنجاوبك. طيب حنان بقى اللي هي بتطلب ميراثها من امها، ما ينفعش اطلاقا ان 11 سنه ده كتير جدا اننا نحجب الميراث، ما ينفعش اطلاقا. مجرد ما الميت بينتقل ويتم غسله وتكفينه والصلاه عليه ودفنه، بعد رقم 5 توزيع التركه. رقم 5 تخيلي حضرتك، الميت مات دفناه صلينا عليه غسلناه كفناه نروح نوزع التركه. ده شرع دين ربنا سبحانه وتعالى. لكن نخلي الميراث سنه واثنين وثلاثه و11 سنه شخص، وكمان ما نبقاش عايزين شخص يستفيد منه وباقي التركه محرومين، باقي الاشخاص محرومين من الميراث، هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. عندنا في الشرع بعد الانتهاء من مراسم العزاء نبتدي نوزع التركه وكل واحد ياخد حقه. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى الموضوع الوحيد اللي تولى تقسيمه بنفسه من علياء عليائه موضوع الميراث. الله سبحانه وتعالى تولى توزيع التركة والأنصبة بنفسه سبحانه وتعالى، علشان ما يطلعش واحد يقول لا وش معنى وده أكتر وده أقل. ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وزعها وقال ما تقربوش منها. بالظبط، نصيبا مفروضة. وفي آخر آيات الميراث ربنا يقول كده تلك حدود الله، ده حد ربنا. حضرتك يا حاجة يلي منع الميراث، أو حضرتك يلي منع الميراث، أقسم بالله تطوق به يوم القيامة من 7 أراضين. وقال صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض، مش إيراط ولا اتنين ولا فدان ولا اتنين ولا ناصب على أخواتك في 1,000,000 جنيه ولا 2,000,000 جنيه وسايب الدنيا كده أنت عايش وسايب الدنيا تدعك تقلب، أقسم بالله. قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض بغير حقه طوق به، هتلبسه طوق يوم القيامة، طوق به يوم القيامة من 7 أراضين، هتنزل به لسابع أرض. وقديما قالوا لنا مال الناس كالناس. انت هتاخد مال الناس، هتستحل ميراث الناس، هتستحل حقوق اخواتك وحقوق اخواتك البنات وتستضعفهم، انت فاكر انها فهلوه؟ انت فاكر انها شطاره؟ والله ما شطاره ابدا. فين من ربنا؟ هتروح فين من حتى لو اللي حواليك مش واخدين بالهم؟ بالظبط، هتروح فين من احكم الحاكمين؟ علشان كده رجاء ادي الحقوق الى اهلها، وانت يا حاجه رجعي حقوق بناتك، رجعي طب حقوق ولادك. ال- ال- الميراث في الـ في الـ في الـ في البيتين، يعني في الـ في الـ هم هي قالت في بيت بأرض، ده قال للبنات والتاني قال للأم وللأولاد، التوزيعة دي يمشوا عليها زي ما هو قالها ولا يمشوا بشرع ربنا سبحانه وتعالى؟ ما هو احنا محتاجين بالظبط، احنا محتاجين نعرف هنا بقى شوية تفاصيل. البيت ده اللي هو خاص بالأولاد والأم، البيت ده هل هو نفس الأنصبة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليها؟ وكذلك الناحية التانية مع البنات، قسوها بقى أنتوا اللي تعرفوا بالظبط. يعني هل المرحوم الله يرحمه قعد كده حسبها الولد ليه كذا والبنت ليها كذا والزوجة ليها التمن فحسبها، فدول خلاص دول يطلع لهم البيت الفلاني؟ وأنا أتمنى الحقيقة دي نصيحة،
اي حد عنده ميراث وصي من دلوقتي، اكتب وصيتك وريح نفسك، اقعدهم كده مع بعض وبالتراضي، ووزع التركة بتاعتك بالتراضي وقسمها بالتراضي كما أراد الله وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش بقول لك خالف الشرع، بس اكتب وصية قبل أن تلقى الله سبحانه وتعالى أن التركة هذه تقسم حسب ما أراد الله وحسب ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا دخل للأهواء فيها. لأن الأب بيموت من هنا أو الأم بتموت من هنا، والإخوات بقى يمسكوا في بعض ويحدث طبعًا بينهم طبعًا ما صنع الحداد. صحيح. فكل أي حد عنده ميراث الآن جمعهم واكتب وصيتك، واجعل هذا الأمر خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى ولا دخل فيه للأهواء. صحيح. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. أنا اتكلت علي. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، نجاوب أم أحمد بقى. قطعة الأرض اللي عمها خدها من والدها ومش متفقين أساسا على إيجار معين، ولا في ورق مكتوب ولا في أي حاجة خالص. هو طبعا غلط جدا. الغلط الأول من الأب، من صاحب الأرض. المفروض ده ملكك وحضرتك هتتصرف فيه، تصرف فيه بورق، هتديه لحد، حتى لو أخوك، حتى لو أخوك ابن أمك وأبوك، اكتب ورق، اكتب عقد. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ربنا سبحانه وتعالى عمل حاجة اسمها عقد، عقد البيع، عقد الشراء، عقد الإيجار، في عقد. والمؤمنون عند شروطهم، في شروط العقد ده، في بنود وفي شروط وفي اتفاقات. أنا هاخد حتة الأرض دي لمدة كم سنة، وي 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 وي. فما كانش ينفع من الأب إنه يأجر الأرض لأخوه بدون ورق وبدون اتفاق، رقم واحد. رقم اتنين، العم دلوقتي أنا شايف والله أعلم يعني نيته مش تمام، يعني أنت واخد الأرض بقالك مدة معينة وبتحاسبهم ب 700 جنيه وجاي دلوقتي تقول لهم ب 3000 جنيه لو أنا عايز أسيب الأرض، فهنا الأمور مش ماشية في إطار صحيح. حضرتك الولاد كبروا وحاسوا إنه عندهم أرض وحاسوا إنهم مش مستفيدين منها، وده حقهم. بما إن مفيش عقد بينك وبين باباهم، بما إن مفيش اتفاق مبرم بينك وبين باباهم، بما إن مفيش شهود أصلا على الحكاية، يبقى هنا لابد أن يعود الحق إلى أهله. لابد وأن ترد الأرض إلى أخيك. رد الأرض دلوقتي لأخوك ولولاد أخوك. وبقى ما يدخلش بقى الموضوع في حتة استغلال، أصل كان زمان ب700 دلوقتي تحاسبوني بسعر اليوم. ما سيادتك ناسي إنك بتستفيد من الأرض، سيادتك ناسي إن الأرض طلعت لك محاصيل وطلعت لك ربح وطلعت لك رزق، وهم ما استفادوش بحاجة. حضرتك ناسي كل ده. طب يلا بقى نقعد نتحاسب في القديم والجديد. فأنا شايف اللي فات صفحة وانتهت، ونبدأ من دلوقتي صفحة جديدة. نقعد مع العم، لو أنتوا خلاص عايزين الأرض يبقى العم فورا فورا يسيب الأرض، فورا تسيب الأرض، لأن مفيش عقد مفيش اتفاق حضرتك. ففورا يسيب الأرض ويردها لأخوه ولولاد أخوه. اللهم إلا قعدنا مع بعض واتفقنا، ونبدأ بقى نحط النقاط على الحروف وعقد جديد. الأرض دي مساحتها كذا، إيجارها الحالي كذا، عفونا عنك فيما مضى، ويتحط شروط ويتحط عقد ويتحط بنود، ونمضي ونشهد عليها. يعني هو اللي مديون ليه ومش هم اللي مديونين ليه. بالظبط بالظبط. فهو بقى ما يستغلش ان اخويا ساب لي الارض مده معينه، واولاد اخويا دلوقتي كبروا وعايزين الحكايه. فانا شايف ان لابد ان يعود الحق الى اهله. نرجع لحسن الخاتم. احسن ختامنا يا رب. امين يا رب. عايز اقول لحضرتك يا استاذه لميا، يعني الموت ده دعوه من الله سبحانه وتعالى، كارت دعوه. طلع لنا كارت دعوه من ربنا، يعني طلع لك باسبور انك هتنتقل من الحياة الدنيا الى حياة البرزخ. من احب لقاء الله احب الله لقاءه. صحيح. فعلشان كده احنا محتاجين دايما نركز في الحكاية دي، نفكر في اليوم ده علشان كلنا نتقابل في الجنة. اصل يعني الدنيا مش الدنيا هتخلص، يعني الدنيا بفلوس هتخلص، من غير فلوس هتخلص، بصحة هتخلص، من غير هتخلص. الدنيا خلصانة خلصانة، يبقى ازاي أقابل ربنا سبحانه وتعالى صح كما أراد الله سبحانه وتعالى. علشان كده في أربع حاجات نقدر من خلالهم لو حصلوا نحكم بحسن الخاتمة للشخص اللي نايم على فراش الموت
او ليا، اربع حاجات، اربع علامات. هما ايه لو بالظبط؟ حاضر، لو ركزنا فيهم وحصلوا اعرف ان الشخص ده نقول له مبروك حسن الخاتمه. اول حاجه انه هو على فراش الموت يعرق، بس مش جسمه كله، الجبين. الجبين لو المنطقه دي اصابها العرق، بقى في عرق في الجبين، اعرفي ان هذا الشخص نقول له مبروك عليك وسام حسن الخاتمه، داخل الجنه من اوسع ابوابها. قالها صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاه والسلام: موت المؤمن بعرق الجبين. العلامه الاولى. العلامه الثانيه، لو انا عايز اعرف ان الشخص ده حسنت خاتمته ولا لا، انه يموت وهو بيعمل عمل صالح، يعني رايح يزور امه، هيبعث، رايح يزور مريض. بالظبط، يموت المرء على يبعث المرء على ما مات عليه. لو هو راح يعمل عمل صالح، رايح شغله ياكل لقمه عيش بالحلال، مات هو بيصلي، مات هو رايح المسجد، مات هو رايح الحج، مات هو رايح العمره، مات هو رايح يزور حد مريض، مات وهو في عمل خير، اعرف ان ده نقول له مبروك حسن الخاتمه. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا احب عبدا عسله. قال الصحابه: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. ربنا كده يخليك تقوم كده تلبس وتروح مشوار خير، هوب يطلع لك ملك الموت، تلقى الله سبحانه وتعالى وانت على هذا العمل الصالح. رقم ثلاثه، لو عايز تعرف ان الشخص ده حسنت خاتمته ولا لا، انه يموت حضرتك يوم الجمعه او ليله الخميس. تاني، ليله يوم الجمعه او ليله الخميس. طب هو الشروط دي كلها مع بعضها ولا حاجه واحده منها؟ حاجه واحده تكفي. عايز اقول لحضرتك يعني اللي يموت يوم الخميس الظهر دي حاجه تانية، لكن يموت بقى بعد غروب الشمس يوم الخميس، دي حاجه تالته خالص بقى، ده فوق، ده حسنت خاتمته. قال صلى الله عليه وسلم: من مات، اصل دي لا يمكن يكون اختيار بشر، خروج الروح ده لا يمكن، لا يمكن يكون اختيار بشر ابدا. قال صلى الله عليه وسلم: من مات في يوم الجمعة وليلتها وقي فتنة القبر. الله. رقم أربعة وآخر حاجة، لو عايزين نعرف إن الشخص ده حسنت خاتمته ولا لا، آخر كلمة، آخر كلمة قبل روحه ما تطلع، لا يقول ولادي ولا عيالي ولا فلوسي ولا عربيتي ولا شيكاتي ولا صحتي، آخر حاجة ينطقها قبل روحه ما تطلع: لا إله إلا الله محمد رسول الله. الشهادة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أربع حاجات لو حصلوا اعرف إنك إن شاء الله وبإذن الله تعالى من أهل الجنة. محتاجين نركز علشان الدنيا خلصانة، في ناس فاهمة إن الحياة خلصت على كده، أكل وشرب ولبس وزواج ومتع وفلوس ونحوش ونغير ونبدل، ونسي الآخرة. والشاعر قال لنا كلام خطير جدا: تمر الأيام وتنقضي السنون، والناس تلهو والأنام نيام، والناس تسعى للحياة بغفلة، لم يذكروا الإسلام والقرآن، والمال أصبح جمعه كتهجد. فلوس، ليل فلوس، نهار فلوس، تليفونات فلوس، ما وراناش غير الفلوس، مشغول بالدنيا بس. بالظبط، والمال أصبح جمعه كتهجد، وتمتع الشهوات صار قيام، قد زين الشيطان كل رذيلة، والناس تفعل ما تشاء حرام. هل تعلم اليوم المحدد وقته؟ الله يعلم وحده العلام. ماذا تقول إذا حملت جنازة ودفنت في القبر الشديد ظلام؟ ماذا تقول إن روحك غرغرت، جاء المفرط كي يقول ختام؟ اليوم تفعل ما تشاء وتشتهي، وغدا تموت وترفع الأقلام. فمحتاجين نصلح نفسنا مع ربنا سبحانه وتعالى ونراجع نفسنا. الموضوع سهل جدا، أبسط منه مفيش. تقوم دلوقتي قول له: توبت يا رب، رجعت لك يا رب، خلاص 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة في غيبوبة، رجعت لك يا رب، احنا بنشوف، جيت لك يا رب. بنشوف حاجات لو حد قاعد مع حد وفي لحظة بس بيعمل كده وبيقوم روحه تطلع، موت الفجأة، موت الفجأة. علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من موت الفجأة. وخلي بال حضرتك، أحد علامات الساعة موت الفجأة. وبعدين ممكن تبقى خارج رايح الشغل ما ترجعش، ترجع على المقابر، تبقى لابس هدومك بنفسك، مش انت اللي تقلعها، يقلعوها لك. صح. تبقى فاتح باب عربيتك وراكب عربيتك بنفسك، هم اللي يخرجوك منها.
تبقى رايح سفر ما ترجعش منه. كان لسه حد بيسألني سؤال بيقول لي لو حد نزل ورايح بيدور على دواء لوالدته عشان هي مريضة ومات في الطريق، دي حسن خاتمة؟ خلينا نقول ان في اصل عندنا الايمان بالله سبحانه وتعالى. انت في الاول شخص مؤمن ومحافظ على دينك ومحافظ على صلاتك، ده الاهم عندنا. وبعدين بقى الحاجات التانية دي بقى، مات هو رايح يبر امه عمل خير، رايح بيدور على دواء لامي عمل خير، احسن من حد تاني بيموت في حاجه لا قدر الله حاشا وهو بيرفع ايده اساسا يضربها. بالظبط. فيعني لا شك ان ان شاء الله دي حاجه طيبه، ونتعشم في الله سبحانه وتعالى خيرا. علشان كده احنا مهم جدا نستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكيس الناس، من اعقل الناس، قال اكثرهم ذكرا للموت واكثرهم له استعدادا. ما تقول لنا دعاء حلو كده، ربنا كل يحسن طيب. يحسن ختامنا كلنا طيب. يا رب. طيب احنا كلنا بقى محتاجين نتوب ونرجع لربنا، فهنخلي الدعاء بقى ايه بدايه صفحه جديده بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. يلا رددوا معايا اني داع فامنوا. تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله، ورجعنا الى الله، ورجعنا الى الله، ورجعنا الى الله، وندمنا على ما فعلنا، وندمنا على ما فعلنا، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا على ألا نعود لذنب أبدا، وعزمنا على ألا نعود لذنب أبدا. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن عاقبتنا، اللهم اجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك فيه، اللهم اجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك فيه. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا مفتونين. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وقنا شر ما أهمنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا. آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا رب، ربنا يتقبل يا رب. أحسنت يا فضيلة الشيخ، نورتني وأشوفك على خير إن شاء الله. هنروح مع بعض مشاهدينا الفاصل ونكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. أنا اتكلت. اوعى تتضايق أو تزهق أو تتخلى أو تتخنق من إنه في حد بيطلب منك حاجة أو بيطلب منك مساعدة، أو إنه ربنا سبحانه وتعالى حطك في طريق حد ممكن يكون محتاج حاجة. أعرف في الوقت ده إن ربنا اختصك بحاجة مهمة جدا، وهي إنك تتصدق. هو ربنا عايزك في الوظيفة دي، هو ربنا طالب منك إنك تطلع صدقة، ربما يكون عشان هيشيل ابتلاء عنك، عشان ربنا هيفرجها عليك، عشان هتفتح لك الأبواب المغلقة، عشان هيشيل عنك ابتلاء شديد كان جاي لك، عشان خاطر ربنا يكرمك في ولادك، في بيتك، في رزقك، في اللقمة اللي بتاكلها، في حاجات كتير جدا، في خطوة رجلك اللي بتخطيها. وعرف ساعتها أن ربنا بيحبك وراضي عنك، أنه وفقك وقدرك على عمل الخير، وأنك تساعد حد، وأنك تاخد دعوة من حد ممكن يكون لا أنت تعرفه ولا هو يعرفك. خلونا نتكلم عن أعمال الخير مع الدكتورة سماح عزب، أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم، فقرتنا فقرة جمعية البر والتقوى المصرية. دكتور أهلا بيكي ومنوراني. أهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. دايما بشوف أنه في رسائل ربانية، والموضوع ما بيجيش كده وخلاص،
هو انه ربنا يبعت لك حد في طريقك، او ان انت تمشي من شارع فتلاقي حد، ممكن تكون الشارع ده انت مش هتمشي منه اساسا، فتلاقي حد محتاج شيء فتطلع اللي في جيبك تديهوله، فانت رايح له هو مخصوص. على فكرة هو السيناريو اللي ربنا سبحانه وتعالى حطه ان يمشيك من هنا بدل ما يمشيك من هنا، عشان في رزق في جيبك مش بتاعك انت بس هتوصله. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفاه. الرزق كده كده هيروح لصاحبه اللي ربنا كاتبه له، بس من الشرف والمكانة والمنزلة العظيمة ان ربنا يختار فلان، يختارني انا اللي هساهم علشان الرزق يصل له من خلالي. لكن زي ما حضرتك قلتي، اوعى حد ان هو يحصل له ضيق، او ان هو يبقى مثلا متضايق ومهموم ان حد طلب منه حاجة، ده استفاء من ربنا سبحانه وتعالى. واللي شجعني دايما على عمل الخير ان دي نعمة من نعم ربنا عليا. وشوفي حضرتك الآية بتقول لنا وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. واقفة عند هذه الآية، وما بكم من نعمة فمن الله، يعني بص كده أي نعمة فيك وحواليك سواء في بيتك أو في أولادك أو حتى في جسمك، وربنا سبحانه وتعالى اللي جايبها، ده ربنا سبحانه وتعالى. فأنا لما أفتكر ده على طول أفكر في شكر النعمة، كمان أفكر إن أنا أبص في كل حاجة حواليا وركز إن دي نعمة. يبقى نعم في نعم في نعم في نعم، هنقول غارقون في نعمك يا الله. بصي بقى حضرتك، الدنيا مش بتمشي على نفس الوتيرة، يعني مش كله مفيش عندي مشاكل وكله في راحة، لا. ثم إذا مسكم الضر، شوفي بقى حضرتك، مسكم مش جالكم الضر، مس يعني حتى حاجة بسيطة خالص. طب الضر ده عبارة عن ايه؟ الفقر، المرض، الضيق، عدم صلاح في الأولاد، مفيش بركة، أي حاجة، أي ضر. أول ما يجيلك شوية ضر صغيرين، وده اللي يفيده كلمة مسّ، فإليه تجأرون. فإليه جت الأول، يعني فإلى الله ملناش ملجأ إلا ربنا سبحانه وتعالى، مفيش حد ممكن نروح له غير ربنا، هو اللي هيرفع عننا البلاء. وكلمة تجأرون شوفي بقى هنا بتصور لنا شكل الإنسان هيبقى إزاي. هو مش بس بيدعي، تجأر دي يعني يرفع الصوت. كنا دايما بنقول لما يبقى فيه حيوان مفترس أو وحش بصوته بيبقى مرتفع قوي، ده معناها إيه يجأر؟ دي ما أصلها في اللغة. فالآية عايزة تقول لنا أنت هترفع صوتك على آخره زي دعاء استغاثة، يعني يا رب انجدني، يا رب أغثني، ماليش غيرك، ماليش غيرك يا الله. فالآية بتقول لنا افتكر نعم ربنا عليك، افتكر إنه شوية حاجة جات لك والإنسان ضعيف، شوية برد بيخلوه إنه هو مش قادر يتحرك من مكانه ولا قادر يركز في حياته طبعًا. ولا أي حاجة، فافتكر نعم ربنا عليك ويحس وقتها قد إيه هو ضعيف طبعا ومش قادر يتنفس، فما بالنا بقى لما يكون الموضوع أكبر من البرد. فأنا لما أقعد أفكر كده في نعم ربنا عليا، وأفتكر الوقت اللي أنا عندي ضر، وبقول يا الله أفتكر أنا كنت في طريق ربنا بنسبة قد إيه، أنا ماشي أبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى، أنا كنت بجتهد ولا كنت أقل. النهاردة جت لنا دعوة خير وأمان من جمعية البر والتقوى، ساهم وشارك في أبواب الخير، علشان لما تدخل أبواب الخير أيا كانت، وأبواب الخير مع جمعية البر والتقوى متعددة كتيرة، حضرتك شفتي في كل الجوانب أي حاجة فيها صلاح للإنسان، أي حاجة فيها خير جمعية البر والتقوى بتسعى إليها في أي مكان في الجمهورية. صحيح. طيب خلونا نروح نشوف تقرير خاص بجمعية البر والتقوى ونرجع لحضراتكم مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، احنا في قافلة كل ديرات، المكان محتاجه قوي وسط الحر الشديد ده جدا 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 على أرض الواقع. يا جماعة لما بنطلع نكلمكم في التلفزيون ونقول كل ديرات ونقول مبادرة لجمعية البر والتقوى، احنا مش بنقول وخلاص، لا، احنا موجودين في أرض الواقع مع الدراسة العظيمة لجمعية البر والتقوى في مسألة واجب المكان واجب الزمان. الدنيا حر جدا جدا جدا، فجمعية البر والتقوى عاملة مبادرة كولدرات المية على مستوى المحافظة من أقصاها لأقصاها في كل مكان. عايزين يا جماعة نساهم في هذه المبادرة، قدامكم هو يا جماعة مبادرة كولدير مية، كولديرات المية في الجو الحر الشديد ده أكتر حاجة تكافئ بيها حد من أسيادنا الفقراء كوب مية بارد، كوب مية نظيف. يقول الله عز وجل واجعلنا من الماء
كل شيء حي. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرع الصدقة سقي الماء. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. أي حاجة بتشرب من المية أنت بتاخد الأجر والثواب. فما بالك بالإنسان، ما بالك بالبني آدم اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمه. يا جماعة يلا بينا نشارك في المبادرة دي في الوقت الحر الشديد ده، في الناس محتاجة شربة المية بجد. جمعية البر والتقوى دايما هتلاقيها في كل مكان، دايما موجودة ومعاها بيأتي الخير. بتدور على احتياج الناس وبتعمله، ولما بتعمله بتعمله على أحسن ما يكون. مش بتعمل المبادرة وبس، لا ده بتعمل متابعة وصيانة ما بعد العمل. والمتابعة والصيانة أهم شيء محتاجاه الحاجة. يعني الكولدير ما شاء الله تم تركيبه دلوقتي، كولدير مية جميل اهو قدامكم اهو يا جماعة. أكتر حاجة تتقرب بها لربنا دلوقتي بجد شربة مية باردة في كبد حد من أسيادنا الفقراء. من أكثر احتياج الناس دلوقتي المية. فالجمعية عاملة مبادرة عظيمة جدا، مبادرة المياه، توصيلات المية، محطات التحلية، مبردات المية. مبادرة عظيمة جدا جدا جدا، مبادرة مبردات المياه على مستوى الجمهورية تصل إلى ما لا نستطيع الوصول إليه لأسيادنا الفقراء علشان يشربوا شربة مية نظيفة وشربة مية باردة مع التركيب والمتابعة والصيانة. وقد إيه المتابعة والصيانة بتكلف يا جماعة؟ أنا محتاج إن إحنا كلنا نبقى مع جمعية البر والتقوى في هذه المبادرة العظيمة، مبادرة مبردات المياه. زكاتك وصدقاتك الجارية وصدقتك مع جمعية البر والتقوى. من أهم الملفات داخل جمعية البر والتقوى المصرية هو ملف المياه، وهم الحقيقة مهتمين بيه اهتمام شديد جدا، ويمكن في متابعة مستمرة وكل فترة صغيرة بيبقى فيه جديد عندهم. شوفي حضرتك بالذات في مبردات المياه اللي احنا محتاجينها طبعا جدا في الأيام اللي احنا فيها لحرارة الجو، سواء في النهار أو في بالليل الحرارة مستمرة. لكن شوفي حضرتك، وهو أثناء تصوير التقرير وسيادة الدكتور رمضان طبعا تفضل ووضح لنا أن جمعية البر والتقوى بتكون بتوصل لكل مكان في الجمهورية، ووضح لنا الأجر اللي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. عايزين نستشعر بقى مع بعض متعة العطاء. شوفي كده حضرتك، هو بيقول واحنا قاعدين في الاستوديو بندعو، شوفي بقى النزول على ارض الواقع طبعا. كم حد نزل والاجر والثواب، وان هو تحمل الحراره لحد ما يوصل هناك على استشعار المعنى كمان، ان انت في اللحظات دي بتاخدي اجر وثواب وبيكتب لك حسنات، احساس ممتع. الفرحه في طبعا. عيون الناس اللي هي كانت نفسها تشرب كوباية مية باردة في الحرارة اللي احنا فيها، اللي احنا بنزعل قوي لو المية ما كانتش باردة كفاية ونقعد ندور على مية ساقعة. طيب الناس اللي هي ما عندهاش أصلا، ففرحة الإنسان وهو بيوصل المبرد ده وبيشوف الناس في البيوت وهي بتشرب، واحد معدي بيشتغل مثلا في أعمال البناء أو بيشتغل في أي حاجة وهو معدي لقى مية ساقعة. شوف الدعوة بقى اللي هتوصل للي ساهم في مبرد المية ده. فعارفة نفكر فيها كده نلاقيه خير كبير، خصوصا بقى لما يكون في الأماكن البعيدة جدا اللي احنا ما نقدرش نوصل لها أبدا. نفتكر دايما قول سيدنا ابن عباس في الكريمة: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. افتكر كل نعمة وكل نعيم، كل راحة في حياتك ربنا هيسألك عليها عملت ايه عشان تشكرها. ومن النعيم سيدنا ابن عباس بيقول: شربة الماء البارد. يعني تخيلي كده حضرتك، شربة الماء البارد دي تعد من النعيم. من النعيم طبعا، شوف كده لو هي مش موجودة وفي اليوم الحر اللي احنا فيه، الواحد لما بيبقى قاعد في مكان ويلاقي حد مثلا طالب ميه فيجيله الميه مش ساقعه، فيقول له لا معلش من فضلك هاتها لي ساقعه. لا، هو في ناس ما عندهاش اختيار على فكره، هو اساسا فكره وجود الميه هي ساقعه بقى مش ساقعه، سخنه مولعه مش فارقه بالنسبه لهم، المهم ان يبقى في ميه. فالحرص الشديد ان انت تطلع الصدقه من اللي انت تقبله على نفسك او من اللي انت تحبه لنفسك.
كمان حضرتك يعني احساسي بقى ان انا ساعدت حد واطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان يرزقني الاخلاص والعون والقبول، يعني ان انا بعمل ده يا رب ابتغاء مرضاتك. عارفه حضرتك انا لو استشعرت المعنى ده هيخليني ان انا اسارع النهارده وبكره واعلم اولادي واعلمه كمان بالقدوه، خصوصا احنا في الاجازه الصيفيه يعني الاولاد ممكن يكونوا قاعدين معانا اكبر وقت من ما يكون في دراسه، اعلمهم بالقدوه، نستغل الفترات دي طبعا. لان بصي حضرتك ان انا اعلمهم بالقدوه وان انا اعمل قدامهم حاجه ده اقوى من ان انا اقعد اقول لهم كلام. صحيح. طيب نروح نشوف تقرير تاني خاص بجمعية البر والطاقة ونرجع لحضراتكم مرة تانية. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها قبل أن يقوم فليفعل. أهل الخير في كل مكان، آد الحصاد بتاع الفسائل اللي انتوا زرعتوها، آد الحصاد اللي احنا بنناشدكم ان انتوا تكملوا معانا. حصادنا في الآخر بيتجمع زي كل سنة كده وبتعبى في اطباق ويروح لأسيادنا الفقراء لغاية بيوتهم. الميزة الجميلة ان النخل بتاع البر والتقوى بيطلع قبل أي نخل ما بيطلع أي طرح. ليه بقى؟ مزرعة ربنا مش بتاعت حد تاني. زي ما انتوا شايفين كمان ورايا كميه كبيره وبعدنا كميه كبيره، الحمد لله السنه دي في خير كتير جدا موجود. وفي كميه انسجه كتيره هنزرعها الفتره اللي جايه ديت، عايزين همتكم معانا شاركونا. اللي لسه ما شاركش لغايه دلوقتي في صدقه جاريه له الريع بتاعها كله هيكون خاص باسيادنا الفقراء. يلا الهمه لك ولامك ولابوك ولاحبابك كلهم، شارك معانا بنخله، شارك معانا بشجره زيتون، شارك معانا باللي تقدر عليه في مزرعه البر والتقوى عشان نجسد مشروع الوقف الخير. مبادرة لا تقل أهمية عن مبادرة المياه داخل جمعية البر والتقوى المصرية، خصوصا أن هي داخل فيها المياه برضو وهي مزرعة البر والتقوى. محدش أبدا يقدر يستغنى عن الأكل والشرب بالزبط. يعني المية والأكل. وشوفي حضرتك هنا الدكتور عماد وضح لنا في التقرير أن الفسيلة وأن نتاج الغرس اللي موجود في المزرعة ده، الثمار المختلفة اللي فيها كل الثمار اللي مفيش بيت يستغنى عنها، يعني فيها الطماطم، الباذنجان، البصل، وزي ما احنا شفنا البلح والنخل اللي هو بيقعد سنين وسنين. شوفي حضرتك الآية بتقول لنا ايه؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم ايه؟ لهم أجر كبير. لو وقفنا مع الآية جعلكم مستخلفين فيه يعني ايه؟ يعني المال مش مالكوا اصلا، المال مال الله. ده انت بتوصل بس مش اكتر. ربنا جعلك يعني مستخلف، يعني بتنوب في عن المال ده، انت بتصرفه ان ربنا سبحانه وتعالى بعته لك وجعل في مالك ده رزق للناس. صحيح. الاخرين، بس انت لو عملت اللي عليك هيكون جايزتك ايه ومكافئتك ايه، الثواب ايه؟ اجر كبير ان شاء الله. ربنا يتقبل من الكل. نورتيني يا دكتور. اشكر حضرتك. اشكر حضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كان لي عمر. اشوف حضراتكم بكرة على خير ان شاء الله. سلام عليكم.